منذ ساعات الصباح الأولى لم تهدأ منصات مواقع التواصل الاجتماعي التي غصت بآلاف الصور ومقاطع الفيديو لتاريخ الرابع من آب، تاريخ ترك بصمة في ذاكرة اللبنانيين وندبة لم تمحى. توازياً لم يتوانى رجال السياسة ورؤساء الأحزاب من إطلاق الرسائل السياسية الحادة واللطشات للأفرقاء والخصوم، فما هي ومن كان المقصود؟ رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أكد أن ذكرى تفجير مرفأ بيروت حزينة ويجب التركيز عليها للانطلاق بتصحيح الوضع القائم، وأضاف غامزاً من قناة القضاء أنه لا ثقة بالسلطة الحاكمة ولا في البلد، وللأسف القضاء ممتلئ بتابعين للسلطة الحاكمة. أما الوزيرة السابقة بين شدياق فنشرت فيديو وقالت فيه: ما رح نخليهم يقتلوا العدالة ويقتلوا شهدائنا مرتين، مرة بالغدر ومرة بالنسيان. اليوم الأول نزلنا سوا، لملمنا جروحنا ودفننا شهدائنا وعملنا المستحيل، عملنا قدرتنا. كذلك النائب عن القوات اللبنانية رازي الحاج شدد على أنه دفاعاً عن لبنان واللبنانيين المعركة مستمرة. النائب نديم جميل أصر على أن الإرادة كبيرة وتعلقنا ببلدنا ومدينتنا كبير، ومهما كانت الصعوبات رح ترجع بيروت ورح يرجع لبنان يقوم بتضحيات شهدائه وإيمانه وتمسك أهله. توازياً صرح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بأن الحقيقة وحدها تبلسم الجراح، فأن الأمل كل الأمل بأن تظهر شمس العدالة في قضية انفجار مرفأ بيروت في أقرب وقت، فترقد أرواح الشهداء بسلام ويتعزى المصابون وذو الضحايا. بدوره تقدم وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري من ذوي الضحايا بأحر التعازي، وتوجه إلى جميع المعنيين بضرورة الإسراع بالبت في الملفات العالقة التي تعيق عمل المحقق العدلي، كما أكد أنه على يقين بأن القضاء سيصل إلى النهاية المرجوة وسيبين كافة الحقائق وفاء لدماء الشهداء وحماية لحقوق المتضررين. وقال وزير الثقافة أيضاً القاضي وسام المرتضى في تصريح بأن كلمات التضامن لا تكفي، بل الحقيقة التي تكون ناتجة عن مسار قضائي عادل ومستقيم هي وحدها ما يطالب به اللبنانيون أجمعون. أما في الرسائل السياسية فقال المرتضى: ما شاهدناه من توظيف سياسي وعدم حيادية، بل جنوح إلى درك تنفيذ أجندات بعض السفارات، كلها ممارسات من أفراد وجهات ودول أرادت استثمار فاجعة الرابع من آب تحقيقاً لأهداف بعيدة كل البعد عن العدالة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة. أما وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار فشدد على أنه لا يمكننا بناء وطن من دون عدالة. كذلك وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية اكتفى بنشر صورة للمرفأ وهو مضيء. رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل نشر فيديو تحدث فيه عن أهمية معرفة الحقيقة وقال: القضاء عاجز ومتواطئ على حسابنا كلنا. مش مقبول أنه بعد 3 سنين يكون التحقيق هيك وما يكون فيه متهمين فعليين. أما رئيس الجمهورية السابق ميشيل عون فالتغريدة الأخيرة في حسابه كانت في 31 تموز، كذلك النائب علي حسن خليل، وقد قان المنشور الأخير في 1 من آب عيد الجيش. أما أهالي الضحايا وذوي تفجير 4 آب فعبروا عن حزنهم لهذه الذكرى التي وصفوها بالأليمة والمفجعة، ولم يوفروا السلطة السياسية من رسائلهم القاسية. انفجار، لأنه نحن هلأ أكثر وقتها مصير في تواصل مع المجتمع الدولي ومجرد نضغط على المجتمع. نحن عم نطالب بالعدالة، والعدالة معرقلة بلبنان بالتحقيق المحلي. بتمنى منكم كلكم تكونوا معنا بأربعة آب إن كان بلبنان ولا برات لبنان كرمال نوصل للحقيقة. بعدنا لهلأ ما عرفنا شو صار، ما تحققت العدالة. بطلب منكم كونوا صوتنا